بس انا مزارع، انا ابوي مزارع وانا مزارع واشوف مزارع ووالدي في مزرعه. فالزراعه عندي يعني شيء طبيعي جدا ومحب، خاصه التمر. التمر عندي عشق. كان بيتنا سقف من الجريد، كان التمر اكلنا من النخل، كان الجريد ثواب السرير على سره، الزنبيل، كل شيء، كل شيء من النخل، كل شيء من النخل هذه، الليف، حتى الصابونه، ليفه الصابونه ما تذكرون كانت من النخلة. أنا ابن قرية من قرى الحجاز البعيدة، كانت أقرب مدينة لنا وكانت مدينة أحلامنا هي مدينة الطائف. طبعاً قريتي اسمها تربة، الآن الحمد لله أصبحت مدينة. ولدت في قرية من قرى تربة اللي هي اسمها العلاوة، كانت قرية النخيل حقيقة، كانت المنطقة زراعية وكل معظم الناس الموجودين فيها فلاحين يعني حقيقة. طبعاً أنا ولدت في عام 1962، في طبعاً كان مجتمعنا ما يورخ ويذكر عيد يعني تاريخ الميلاد في بيتنا، يعني كانت عندنا عمتي هي اللي ولدتني، فأنا وأخواني كلهم ما عدا صغار الآن ولدوا في المستشفيات. الوالدة كانت يعني حريصة على تربيتنا تربية قوية، شخصيتها قيادية، يعني ما كنا نطلع، أنا ما كنت أطلع برا البيت إلا بإذنها، وإذا تأخرت هي تجيب نفسها وتأخذني من أي مكان أنا موجود فيه. طبعاً والدي متعلم والقرية كلهم متعلمين طبعاً، حنا حتى كان في مقولة عن اللاوة إنها بلد النخيل وبلد الدكاترة، يعني تأثير العلم كان موجود يعني في القرية، ما هو شيء بسيط. يوم كبرت 6 سنوات قال والد الآن وقتك تروح مدرسة، رحت مدرسة الأولاد، مدرسة ما في لا كراسي ولا ماصات، مدرس سوداني جزاه الله خير ورحم الله والدي، جلست على الأرض ألف باء تاء من الأشياء هذه، ابن عمي ابن خالتي ابن كلنا نعرف بعض. فبدأت المدرسة في المستاجرة، طبعا كبرت في المدرسة، كنت أتمنى من الوالد وكنت له علي أن يشري، إحنا نقول بسكريتة، الله يرضى عليك أبو بسكريتة. فجأة راح الطائف وجاء في الليل وأنا نايم، الصباح ألقى قدامي مجسم كنت أحلم فيه هو البسكريتة، سوداء رائعة جدا على مقاسي، جميلة جدا. أنا حقيقة ارتبطت ارتباط عاطفي بهالبسكريتة، ما أعرف أسوقها طبعاً، عليها 3 كفر وبعدين في كفرين تحت، ركبتها وطلعت في طلعة كذا أبغى أنزل، على نزلتي ما عرفت أوقف البسكريتة، صدمت في جارتنا الله يرحمها جبين، يعني حقيقة كان موقف لا أحسد عليه. فجزاء الله خير حتى هي رتبت أوقاتها، أوكي معلش يا وليدي هذه بسيطة ما عندك مشكلة. بعد أسبوعين أخوي راشد ركب البسكريتة حقتي وكسرت رجله، فكانت يعني قال ابوي كاني جبت شيء يعني بدل ما افرحك دخلت علينا الحزن، فكانت هذه من الطرائف. وكنت في نفس الوقت يعني عندي ربي خروف اسمه سباح، ما انسى هذا الخروف، وكنت مرتبط فيه عاطفيا، كنت كل ما رحت ورجعت المدرسه القاه واقف عند الباب هذا الخروف، وفجاه جاء ابوي ضيف وذبح الخروف، فكانه الناس ياكلون حبيبي، يعني لما ياكلونه في الصحن كانهم ياكلون حبيبي سباح. فكانت هذه من المواقف اللي مع الوالد الله يرزاه خير، قلت دائما ليش تذبح خروف؟ قال جوني ضيوف ايش اسوي؟ بجيب لك واحد الخروف ثاني. طيب الحب اللي خلال سنه ونص مع الخروف؟ قال معلش